السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير. نحييكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة لهذا اليوم من قناة السعودية، أستهلها بأبرز عناوينها. ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات ويبحثان التعاون بين البلدين. حشود مليونية شهدها الحرمان الشريفان في ليلة ختم القرآن وسط منظومة متكاملة. استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق وارتفاع مخزون السدود إلى 829 مليون متر مكعب. حياكم الله. اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكان ولي العهد قد استقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان الخليفة، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع ولي العهد. شهد المسجد الحرام هذه الليلة حشودا مليونية من المعتمرين والمصلين، حيث اكتظت أروقة البيت العتيق وساحاته وصحن المطاف والطرق المؤدية إليه بالمعتمرين والمصلين، وكذلك حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام. كما شهد المسجد النبوي كثافة في المصلين لإدراك ليلة ختم القرآن في هذه الليلة، وعملت الجهات المختصة على تنظيم الحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير كافة الخدمات للمصلين لتعينهم بذلك على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان. ونتابع إياكم مشاهدينا هذه اللقطات المباشرة التي تصل إلينا من المسجد الحرام بمكة المكرمة. وأيضا هذه لقطات مباشرة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. ولنعيش هذه الأجواء الإيمانية أكثر التي تصل إلينا من المسجد الحرام من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ينضم إلينا من هناك المراسل أخبار السعودية الزميل محمد شيخ. أهلا بك محمد، ضعنا في الأجواء لديك في المسجد النبوي هذه الليلة، والتي شهد المسجد النبوي فيها حشودا من القاصدين من المصلين والزائرين، والتي أيضا شهدت ختم القرآن الكريم. نعم نعم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي أخبار السعودية عبر الحادية عشر
والنصف أينما كنتم. أنا تواجد هنا من محيط المنطقة المركزية من جوار المسجد النبوي الشريف. في هذه الليلة ليلة 29 من شهر رمضان المبارك أدى حوالي أكثر من 1,000,000 مصل وزائر صلواتهم في المسجد النبوي الشريف وسط منظومة خدمات أمنية متكاملة، دعني أصفها بطوق أمني متكامل من شرطة منطقة المدينة المنورة وأيضا مختلف القطاعات العسكرية مثل قوات أمن المنشآت ومرور منطقة المدينة المنورة والإدارة العامة للمرور في منطقة المدينة أيضا. شاهدوا معي هذا الصف الذي يقف به رجال دوريات أمن منطقة المدينة المنورة وهم يقفون الآن حفاظا على سلامة مرتدي الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف بعدما انتهى جموع المصلين من أداء صلاة التراويح في داخل المسجد النبوي وساحته وسطحه أيضا. صفوف المصلين وصلت إلى غاية طريق الملك فيصل في حدود المنطقة المركزية وامتدت إلى طريق الملك فهد في حدود الدائري الأول للمدينة المنورة، بالإضافة إلى أن هنا في الجانب الآخر ما بعد رجال دوريات أمن منطقة المدينة المنورة نشاهد أيضا منظومة خدمات أمنية متكاملة، وإن صح القول فعلا فهو طوق أمني في داخل محيط المنطقة المركزية المحيطة للمسجد النبوي الشريف. نشاهد قوة أمن المنشآت في منطقة المدينة المنورة وهم يقفون الآن في المنطقة المركزية للتأكد من خروج أعداد كافية من المسجد النبوي الشريف للسماح للآخرين أيضا بالدخول إليه، بالإضافة إلى السماح للمركبات التي تسير للمرور داخل المنطقة المركزية. عن مرور أو عن الحركة المرورية قبل صلاة التراويح هذا اليوم تم إيقاف خدمة النقل الترددي في منطقة المدينة المنورة نظرا لامتلاء وازدحام جميع الطرق القريبة جدا والمؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف، حتى أنه أيضا تم تحويل الطرق أو المركبات التي تسير في الشوارع والميادين العامة بمحيط المنطقة المركزية إلى الدائري الثاني تفاديا لمنع دخولها والتسبب بأي ازدحامات. كما قلت قبل قليل أن صفوف المصلين المليونية قد وصلت إلى طريق الملك فيصل وامتدت إلى طريق الملك فهد في المدينة المنورة. دعني أشير عزيزي أيضا إلى مختلف وجل الخدمات التي تقدم منها الإنسانية من المتطوعين والمتطوعات، بالإضافة إلى أن هنالك يعني أثناء الختمة كان هنالك مشهد إنساني جميل ولطيف. كان هنالك أحد أفراد رجال دوريات الأمن يبتهل إلى ربه وسرعان ما يأتيه طفل تائه يبكي، هذا رجل الأمن يقطع دعاءه ويحتضن هذا الطفل ويبحث عن ذويه ويبقى معه إلى حين أن انتهت صلاة التراويح ويسلمه إلى ذويه. فالإنسانية هي متقدمة على كل هذه الخدمات لا سيما وأننا يعني ننعم بالأمن والأمان. لكن هذه الليلة وأنا ابن المدينة المنورة اسمح لي أن أقول بأنها استثنائية على مر السنوات الماضية. شهدت هذه الأعداد اليوم أنا لم أشهدها من قبل، فعلا كانت أعداد جدا هائلة. أيضا يعني لم أتوقع في يوم الأيام أن طرق النقل الترددي سوف يصلي بها ويفترش بها المصلون نظرا لامتلاء ساحات وباحات المسجد النبوي الشريف من المصلين. أنا أتواجد اليوم هنا تحديدا من الساعة 1:30 ظهرا أنا أتواجد، فلذلك منذ تواجدي من 1:30 ظهرا كنت أشاهد بدء إغلاق بعض الشوارع التي تؤدي إلى المنطقة المركزية وتحديدا المسجد النبوي الشريف والسماح لجميع المارة أو المشاة بالعبور والوصول إلى المسجد النبوي الشريف. هذه الأماكن التي هي الآن على امتداد عدسة السعودية تم هنا من خلالها جرى اليوم إفطار الصائمين هنا بالإضافة إلى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة التراويح أيضا. أود أن أشير إلى أن
يعني هنالك عدد كبير من الخدمات التي قدمتها رئاسة الشؤون الدينية خاصة في هذا اليوم، منها الترجمة ومنها الإرشاد ومنها إيصال المعلومة الصحيحة للمستفيد كيف يدعو ربه في هذه الصلوات. أما جموع المصلين في صلاة التراويح، فضيلة الشيخ إمام خطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير، إذن أيضا قبل قليل سمعت من الجهات الأمنية وأنا أقف معهم عن نجاح خطة عمل ليلة 29 من شهر رمضان المبارك بكل مقاييسها وكل خططها التي وضعت وأعدت مسبقا. فانظر معي من 1:30 ظهرا إلى غاية هذا الوقت تحديدا، نفس هؤلاء رجال الأمن هم يقفون هنا ويرابطون تحديدا في المنطقة المركزية من أجل نجاح هذه الخطط. إذن نجاح للخطة، خطة الخطة الإشرافية على المصلين والزائرين في المسجد النبوي والذين شهدوا هذه الليلة بأعداد مليونية ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف، وهي ليلة استثنائية كما وصفتها محمد. وبالتأكيد كلما زادت الأعداد كلما أيضا زادت الخدمات المتكاملة التي تقدم للزائرين والمصلين في المسجد الحرام، وكذلك المعتمرين والمصلين والقاصدين في المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكرا لك زميلي محمد شيخ مراسل أخبار السعودية، وقد نقلت لنا هذه الصورة المتكاملة وأيضا القصص الإنسانية التي لفتتك في هذه الليلة. شكرا محمد، يعطيك العافية. كشفت هيئة الهلال الأحمر عن إجمالي البلاغات الواردة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ بداية رمضان، وأكدت أن البلاغات الواردة في مكة المكرمة بلغت أكثر من 67,000 ونحو 12,000 في المدينة المنورة. وصل مجموع تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة بمنصة إحسان لأكثر من 1,667,000,000 ريال منذ انطلاقها، متجاوزة جميع النسخ الثلاث السابقة. هذا وقد شهدت ليلة 27 من رمضان تبرعات وصلت لأكثر من 100,000,000 ريال. سجلت منصة وجود للإسكان تبرعات أثمرت عن توفير 4,400 وحدة سكنية، ووصل مجموع تبرعات حملة جود الإسكان لأكثر من 806 ملايين ريال، والتي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لأكثر الأسر احتياجا. أرست وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل 1,993 مسجدا وجامعا في عدد من مناطق المملكة، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 149,000,000 ريال. وأوضحت الوزارة أنه جار العمل على استكمال بقية المراحل لتشمل كافة مساجد وجوامع المملكة. أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى 829,000,000 متر مكعب حتى يوم 25 من رمضان الحالي، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010. وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع نتيجة للحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم المناطق لعشرة أيام متواصلة، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات ويبحثان التعاون بين البلدين. حشود مليونية شهدها الحرمان الشريفان في ليلة ختم القرآن وسط منظومة متكاملة. استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق وارتفاع مخزون السدود إلى 829,000,000 متر مكعب. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.